واحد بيقول هل توزيع العشور كلها للكنيسة أم يمكن إعطاء نصها للأقارب المحتاجين؟ ممكن أن تعطي للأقارب المحتاجين، لأن الكتاب بيقول إن الذي لا يهتم بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. أعطي لقرايبك وأعطي للكنيسة وأعطي للفقراء اللي بره، دي ما تمنعش دي، يعني اعطائك للفقراء لا يمنع انك تعطي لاقاربك الفقراء، واعطائك لاقاربك لا يمنع انك تعطي للناس الغرب او للكنيسه.